بسم الله السلام عليكم دمانتم السلام يا شيخ دينا أنا جوا حرب وحي ركوان إن أنا كهله أنت مالك دويته أو أها شركة تعدياتك ده فرك ألا الله اللي هي طبعا كمال مط ودق دقاقي تعدياتك كذا هوينك يعرض كاسو أها مد إنترناشنال هذا الوضع أها بدن أو اللي جوا ده هلا يي دمر بدن أي كهله وسي آدو خلدن لو ترجمي ولو وروريتي وحربا إن أن هرتنا ركعديه إنه أها شركة شركة حتى ورقداس عن إدين قري اللي يري قاملوت بيكهلية أما كساب سنة قاملوت كنا مال وكتر إيميل عن هذا الكيس حتى سوق هذا يعني مشرين أفكي قال ما هي مركا واحد شري برنامج كي لكاني أو شرعي برنامج وصل جد بشري 2017 كي تدكي وحنا هدي درا وعليي أيات ما حاني رخان تجي سينا واحد شوقي حلبان وسير هراء وحلبان إلى هاي إلى شوقي كلها سيداس أي هيت أذبان وجوه يولني وأنا هذا لا أذ أنا وبا بل هنا إنا كلا كلا نو سيد واحد كدي رأي حقيقة مركا شركة إنا وحان كفا إني فهمتي قدوم السعودية سيد أي هذا نو حقيقة جسي نو شيكتي سيد حرموت أو أدو هوين رمتي وحلو فاني كرا أو مشيرة صوماليات أن قرسيني إنه أضرب ككوبات بد أو كل جن سوا فصلنا أو إن دتك صوما قبلها صوماليات هي دتك صوماليات بإنت عدي لوجيستو أنك سوى ده هرجي إنه إنه يدو الله يسو وواجبات كسارن قيد كمدا وكوهم بليه هنا أضرب كلامات وإنك فإنه حواي حيرك جنسي أنا كده عمر صوماليات أن هدتك مثلا أي أن سبتين كي تيدني أن يس قرال كسمي ناس حني لبدلي ولا وسيرة مرة برلوان كتجي دات كي كهوري مدي إيه دي دي أخلا حمدي إيه واتدي كقرات إني كمد هذا ين أي كعلم ضوضة إيه سيدا إمارته يا هو أن برشلا لا خلداي إيه ورك الله شيء أو بخوف كي سد هذا قرن كإنه كي مدي أن أعنن من تاس باك اللي إن أنا سيد الدين تو إقبتو يردين أمره إن جاءكم فاسقون بالنبي إن فتبينوا إله إليه إنا حقيق صنو أنا قفكي بركي وبغل إذا على السوء عليك لكن وحان كل أرطا أن أركو وحالة هاي دي قصدو كدبنا أن أركو قدوميها أن أركو مركا قرال الله سوسي سو ديرا وكفر عسانا هي إن أقباش ما أنت أولا كفر يساني وحجرنا أي نوشيكتي سعدي وحان كعصيه إنا مركا لأي مرلبات إن نكون بورينينا حير كستا أما هندسية شرعيات كستا دل كان دين تي سنبات كوه برلوان كأنت أي جوكت أما قدون كتا أمير حلوان كتا هاي وقد قدوبي إن شاء الله ويرو ميسانا يساعي إنا يكهور تماضو سيدي عدد يريهد هور أهور باجر تاك عصهينا وعند دونينا دل كان إنك إن لغا حوري عدوغا أفكار تعذو ودلك إن باب إسوا الدامدة وخواريج ترى دلك إن نكوفافين وحندون إن دتك الصومالية لباتون كأخل أخلاق أحمد الجرثنا إن لزوليو وحيابها كجر حيابه هنا وحيابها كجر هوتيلات غاركود وحاسود وحال الرباني لو يستاجو إن دروجة دلك اللي كنا إن لجرتو إن تعدي اللوجيس اللي قبلها صومالية دين تين ويدو أرتق قبله هنا دل إلى دل يكون حكومة إن لجدلو من كاس قف كده فواحش فافير عينه ويل عينتي وقول حساس درات ده هذا وحنو لأن هاي دين أو حنيفة وإلى كون كنا الأوج تلاقي لي ضد مسلمين هان هاي وحنو بهان هاي مركا إن أن عنكو كبرين إن دم علمدي عن هاي برلوان كأي حكومة ده يمد حوينها بقى إن دل كان لجبت بعد يوم أفكارها دام ده أو خوارج دوتو إيه أخلاق حميدة فافيسة وحن آد يآد قلبي يحنو جي هون كحماضي وحبريهن إحوريقي سوشيال ميديا وحن دريما يا قفك بنو آد مقاهي حنون كمركي وحو صنحين لغو النبخ صومالدن وحيترا هذا النب يا نار يا كلول إلهي سبحانه وتعالى هنا قرآن كيسا وأكون هي بهتان ابن أبو رقفكم
إنه سمايو أو بين عبورته مر كان ميديا كم غلي إنه آدمي واسبدلي كراه ملاقينا معها وحان إسري بالخبي دور جاد ما وحان كعل عليه خد بدي أي جادسي ولا شيء مر كان كعل عليه مر نبه وح قصاب صن فاحشة دي ما أنا محن كوره هذا كم غلين أفكار حتى دوق إسكداي ليجنا منطوق مفهوم بور كلي دوق إسكداي إنه كل دوق ذي وحتى لقيت ليجتو ولقى نحر صدو حتى محن كوره هذا ملاهين ما شاء الله وحن مرخاتي كأحياء كله سعدي إني حتى دتك في منيستها الطمرك طمرك يرجع إن محن كور هذا ليسكو مشكلة ديو أنا أبابلونه طمرك هي يرهده إني سنهين وأيو حتى كور وحد عادي برلمان كواحة لكن أي حر أرانا يبقول كيبة صوتن هلاسيو طمرك أوتي لسو وحن لسو من جوريني هاي سعدي وكيس تكت waxay tir kuraastan Soomaaliba iska leh in adduunyada kuraasi u xiran tahay dumarna may jirto sidaas darteed waxaan maxaan ku raahdaa aan anigu qaba in aan loo xirin gobol by quality gaad kartideed ay dadnimadeeda ha ku tumaato halkan gabdhihii xilibanada aha oo deebada kood rabay in loo xiro kuraasta Sacdiiba ku horiyeen ila international ku dadkii abaabulay international ka ay u yeeraan yiraahdaan Sacdiye adoo gabar ah maxaad mashruuc aan wadnay uga soo jeedaa horta qof hata feminister nimaas aan qabiro mashruuc as qabid ba maanta xirkaas ama barnaamij noocaas oo ololeynaysa horta ad iyo ad baan u qariibsada waxaan iri waa dad aanan Sacdiyo gudoomiye Sacdiye aan garanayn oo haday garanayaan ma aysan maxan ku raahdaa ma aysan waxas kuma aysan tilmaameen waa dadka dhaqanka aad iyo aad ugu adag Soomaalinimada diinteedana maxaan ku raadan ku xumeyn khutbadii markan dhageysteena waxa ka muuqatay munaashada in culumadii ay u yeerisay leedahay aa culumadii Ilaahay ka baqaysa maad kitaabka Ilaahay nagu baraftagta garaysan nagu ilaalisan yaani qof culumadii u yeeriyay bay ahayd oo maxaan ku raadaa meeshaas ka hadlay markaan weydiiyeyna wixii laga hadlayna hadda qisooyin xanuun badan bay noo sheegtay oo ah gabdhihii Soomaaliyeed in intii annoo dhan aan wada ognahay daroogo la siiyo markaas kadib la kufsado la duubo lagu canaadeeyo kufsigii lagu soo celcelinayso wax walba tahdiid la leeyahay ee imow hadii kale waan faafinayaa sawirkaaga qaar ay u dhinteen waxay ii sheegtay marka ereyga xanuun jeetiri oo culimada anigu qeylinayay waxay ahayd gabdhuhu intay haddaad diintoodii ku baraktid garan weysaan ku ilaalin weysaan ku sef garan weysaan way tagayaan dadku maxaan ku raadaa gaalada raacayaan practical ayada ay hadda nooshahay arintaas ay tiro xayi ah waa waxaan soo arkay gabar Soomaaliyeed oo intii la farxumeeyay wax daran laga duubay carartay ehelkeedii dadkeedii waxeedina maxaan dadkii aan hor istaagi karin waxay dhex joogtaa xalane oo dad ajaanib ay haba dhinac ay u raacaysay u wataan arrimaas ayada marka qofka hooyo noqday maxaan ku raadaa xanuunka ay ku keenayaan hooyo maskiina oo laga yaabo inay dhuxul ku korisay gabadhaas ay ka sheekeynayso waa agoon ma fahantay meeshaas dhex taagan hooyada duruufta ku korisay 14,000 quraanka bartay jaamacad ka bixisay waxaas lagu sameynayaa waana daahiro maaha waaqico dhacdo maaha waa daahiro waa wax soo noqnoqday oo caan noqday marka in la sameeyo xeer daroogada iyo xarumaha fududeynaya in maxaan ku raadaa dhaqanka noocaas loogu la dhaqmo gabdhihii iyo dadka ku dhaqmaya oo kufsigii noocyo badan buu hadda yeeshay xeerkaas in la sameeyo qof walba moral leh oo la tijriimiyo arintaas ayadoo masterka laga soo qaadanayo xeerkan ugu muhiimsan u yahay shariicadeena islaamka arintaas ayadaa marka annoo dhan baa qabno xanuunkaas hore u wada dareemayni hadii aadad ku ogeyn xumaantana aad Ilaahay ka cabsato oo aad qofka ku been abuuranin oo dad been ka sheeginin hadda waxaan dhageyhiin maqlayeen oo dhageysateen
إني ترى الله هيك الله وحاسنا أنه ما أنا فافين شغلنا كمليه برنامج كأن كهذا لينا كما صعب سنين برنامج كاس برنامج تعديات ضد لوجي استيارد بنيالة أو محاون كير هذا ضد مره الله كفصلي قبل ما رت اللي دباتيجي وحاسن ودوديجي وأن ربي إن ما ركتيا هرمتوا هذا أن كهذا سلاسو هرمتينا هذا هذا دقيسته برنامج كي أي كهذا الشيء أنا لو جرب من دقيستي أري قوم اللود كسابسن كم وننشرين مركا أنت عشان شو قد بينا بلشة الصومالية ده أنا شو قد بينا أو لكن كأنه شو بناء إن الإلهشانه دين تنا شو بناء إن الإلهشانه إن أنا وح إلهي وسنكر عليه إن أنا في دينين إن أنا نضطر كوبين أبو رنين إن الإلهي كعبسنه ولجينا أن في رنا نبي أن محمد عليه الصلاة والسلام أيه قرآن كي إلهي وكسر الدجيو حليه وحدتك إذين كان إسكهوبية إسكهوبية أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا ضلنا من أغين أو فاسقين ورك إذين كان للبو ذنين خوبية وركان المسحة مسوى خلق إسكهوبية بركة جيد كان قلبت ماشا نسوون بروحها خدي هذا الكاش أوجي لنا إلى الولاشر أن ساحينه هدي وسن شيرين أن هدي الله كور واحد شراء برشدة وشاقنا واحد لقيه إن كل جيس تون المغليسين إنه نن شيرين مركا واحد هذا كدم بينا إن الحمان تفافين تيسكا إلى لنا يا نسبرات دار منا والسلام عليكم.